السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا لسلسلة فيديوهات شرح الفونولوجي 3، ده شرح الشابتر 10 which is called or entitled Stress in Simple Words by Peter Roach. هنبتدي نتكلم هنا على الستريس، الستريس في السيمبل ووردز، وكمان بعد كده هناخد الستريس في الكومبلكس ووردز. طيب هناخد الشابتر 10 page 85 باختصار كده. في سؤال موجود عندنا هنا وهو طبعا لحد question 7 كان موجود بقى ايه ال chapter 9. طيب في chapter 10 عندنا phonetically describe the following words paying attention to the word stress. السؤال ده ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك اعمل transcription للكلمات التالية، يجيب لك بعض الكلمات ومطلوب منك بس تعمل لها transcription. ممكن يجي لك سؤال تعمل ترانسكريبشن وتعمل تري دايجرام، وممكن يجي لك ان انت تعمل ترانسكريبشن بس، هيجيب لك الكلمه ومطلوب تعمل ترانسكريبشن ولكن لازم تحط الاستريس في مكانه المظبوط. تمام. طيب اختصارا لكل الدباجه الموجوده دي، انا طالب منك تحفظ الكلمات دي تمام، وتحفظ الاستريس بتاعها موجود فين. طيب تعالوا نشوف الكلمات دي عباره عن ايه مع بعض. الكلمه الاولانيه father، father اللي هو father اب يعني. الكلمة التانية open، open تمام. الكلمة التالتة camera، camera، camera تمام. الستريس موجود في التلات كلمات دول على الفيرست سيلابل. الستريس زي ما قلنا هي بتبقى شرطة موجودة في اعلى المقطع اللي انا عايز احط عليه الستريس. فلو الستريس في الفيرست سيلابل بتبقى قبل اول صوت، طب لو في السكند سيلابل بتبقى على المقطع نفسه من فوق. زي ما قلنا الكلمات لازم احطها ما بين شرطتين مايلين. تمام. طيب الكلمات اللي بعد كده ما تحاول تقول كده يعني ايوه مظبوط. potato ولا مظبوط ولا حاجه، انت تديك ما قلتش حاجه. potato، potato اللي هي بطاطس. اللي بعد كده apartment، apartment، apartment اللي هي apartment شقة. اوكي طبعا الستريس على السكند سيلابل. relation، relation، relation علاقة. بعد كده about، about، about. receive، receive. perhaps، perhaps. اوكي عندنا ست كلمات. طيب هتكتب الكلمة وتكتب الترانسكريبشن جنبها في النوت بوك بتاعتك وتركز بالله عليك او بالله عليك على الستريس موجود فين. طيب هنيجي بعد كده على الجزء اللي بعده اللي هو الستريس في التو سيلابل ووردز الموجود في بيج 89. تو سيلابل ووردز. طيب الكلمات اللي فوق دي يعني يكون بقى كانت سيلابل واحد ولا تو سيلابلز ولا اكتر من، بس هنيجي هنا نتكلم باستفاضة عن الكلمات اللي فيها مقطعين. اوكي مالها الكلمات اللي فيها مقطعين بقى؟ طيب if the second syllable of the verb contains a long vowel or a diphthong، لو السكند سيلابل عندنا في الكلمة في يا اما long vowel او diphthong تمام، or if it ends with more than one consonant the second syllable is stressed. يعني لما النطق بتاع الكلمة بيبقى فيه diphthong يعني double vowel او long vowel، خليك عارف ان second syllable هو اللي هيبقى ايه stressed. يعني في كلمة apply ادي الستريس موجود اهو على second syllable. تمام. طيب نحدد مع بعض عندنا الكلمات دي كلها. طيب if the final syllable contains a short vowel or one or no final consonant، يعني ال final syllable بتاعنا ده في short vowel اهو، او يعني هيجي بعد ال vowel ده يا اما consonant واحد او ما فيش زي في المثال الاولاني اهو، يا اما consonant واحد يا اما ما فيش. اوكي the first syllable is stressed، هيبقى ال first syllable هو اللي عليه ال stress. زي هنا في انت ادي ال stress فوق اهو، في open ادي ال stress في الاول اهو. يبقى عندنا الاربع امثله دول. اوكي طيب بعد كده عندنا
two syllable simple adjectives are stressed according to the same rule. يعني لو احنا عندنا two syllable simple adjective adjectives زي كده اهو زي lovely تمام، هيحط ال stress برضو على، هيتبع نفس النظرية اللي احنا لسه قايلينها من فوق دي، اذا كانت الكلمة فيها يعني ايه diphthong ولا vowel يعني زي المثالين دول هينطبق نفس الكلام على الكلمات دي تمام. هيبقى عندنا اللهم صل على النبي the final syllable، طيب ثواني excuse me معلش هنزود على اللي فوق دول الجملة دي a final syllable is also unstressed if it contains او، يعني ال final syllable ده برضو هيبقى مش stressed لو ال لو ال الكلمة نفسها فيها في ال transcription بتاعها ال diphthong او زي كلمة follow follow او follow زي ما انت شايف هنا طالما فيها في ال diphthong في الاخر او هتبقى الايه ال stress على ال first syllable، يبقى هنزود كلمة follow و borrow. اوكي طيب بعد كده عندنا زي ما قلنا عندنا ال 6 examples دول. okay next we have nouns. okay and nouns بقى require a different rule، اللي فاتوا دول كانوا adjectives و ايه و verbs. and nouns require a different rule if the second syllable contains a short vowel the stress will usually come on the first syllable. يعني لو ال second syllable ده عندنا هنا في short vowel الستريس هيجي على الفيرست سيلابل زي هنا money money، شايف ال ايه السكند سيلابل كان فيه ال اي طيب طبعا ده شورت فاول هيبقى الستريس على الفيرست سيلابل. اوكي طيب otherwise it will be on the second syllable. طب لو مش كده بقى هيبقى دايما على السكند سيلابل، يعني هنا في استيت استيت اهو سكند سيلابل ما فيهوش شورت فاول في ديف سونج اللي هي اي خلاص يبقى السكند سيلابل هو اللي ستريسد. هنا كانت ايه برودكت برو دكت ادي الفيرست سيلابل اهو برو والسكند سيلابل اللي هو الدكت، شايف الفاول اللي موجود في السكند سيلابل اللي هو ال اه ده شورت فاول، يبقى طالما شورت فاول في الناون ده هيبقى ايه بقى يبقى الستريس هيبقى على الفيرست سيلابل. طيب يبقى عندنا الكلمات دي كلها اهو علينا موجوده معانا، نبتدي برضو نركز عليها ونركز على الستريس موجود فين تمام. طيب بس دي فيها short vowel ودي فيها long vowel او diphthong. وبكده برضو نكون خلصنا chapter 9، chapter بسيط وسهل، هو كل اللي فيه زي ما قلنا هي الكلمات، تذاكرها كويس تذاكر الترانسكريبشن بتاعها كويس قوي وتبقى عارف ال stress مكانه فين، بس مش مطلوب منك اكتر من كده في الايه في الشابتر ايه 10 chapter 10 excuse me.